اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده وبكره حضراتكم معانا في دعوه خاصه جدا لتغطيه احداث معرض صحاري في دورته ال 33. ده معرض صحاري الدولي الزراعي في مصر والشرق الاوسط، 33 سنه، وهيقدم الخدمات الهامه جدا للقطاع الزراعي المصري والعربي والافريقي. وزي ما حضراتكم عارفين احنا في برنامج الجدعان بنزور هذه المعارض عشان نقدم لحضراتكم الافكار الجديده، المشروعات المختلفه، الخدمات اللي ممكن يفوز بيها القطاع الزراعي من خلال هذه المعارض. هنقابل النهاردة وبكرة في برنامج الجدعان أكتر من 14 جدع عاملين مشروعات ومقدمين خدمات للقطاع الزراعي المصري. الحلقات مهمة جدا وفيها أفكار وفيها خدمات وفيها أخبار شديدة الأهمية لكل من يعمل في القطاع الزراعي المصري. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. من أهم دروس أزمة الكورونا العالمية إن القطاع الزراعي من القطاعات القوية والمرنة والأكثر تحملاً للصدمات، وخصوصاً في مصر بلد الزراعة اللي بتصدر للعالم حوالي 5 ملايين طن حاصلات زراعية سنوياً، بخلاف تغطية احتياجات السوق المحلي من الحاصلات الزراعية بنسبة كبيرة، حاجة تفرح بجد. من هنا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الزراعي يفوق أي تصور، وقولا واحدا اللي اتعمل في القطاع الزراعي خلال الكام سنة اللي فاتوا ما شافوش القطاع الزراعي على مدى أكتر من 40 سنة ولسه مكملين، شق ترع وتطوير ري واستصلاح أراضي وإنشاء أسواق ومحطات تصدير وتصنيع زراعي. بلد زراعية بتفوق، بتقوم من سبتها وبتحقق الأمن الغذائي لمية مليون مصري، وبتستوعب 25% من العمالة، وبتساهم ب 15% من الدخل القومي، وبتقول للعالم هي دي مصر. من هنا جت دورة معرض صحاري مختلفة السنة دي. الشركات بتتنافس بقوة لتطوير القطاع الزراعي، جدية، إصرار، عرض أحدث تكنولوجيا في العالم للزراعة والتسميد والمكافحة وتطوير الري والميكنة، وبنقنا الوطنية، البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، أسود جاهزة لمساندة الجدعان، والميزانية مفتوحة، اشتغل صح وهتلاقيهم في ظهرك. وزي ما تعودنا الجدعان بيزور المعارض عشان يقابل الجدعان في مختلف الصناعات والقطاعات ويقدم لحضراتكم أفكار جديدة لمشروعات وأحدث الاتجاهات في كل صناعة يمكن نساعد جدع على تغيير مساره ونوجهه للطريق الصحيح. والزراعة بقت صناعة، وعشان كده كنا لازم نبقى موجودين. تعالوا في البداية ندخل عالم الأسمدة المتخصصة مع المهندس محمد الخشن، رئيس مجموعة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، قلب حديد عملاق في مجاله، وبيصدر الأسمدة المصرية لسبعين دولة ما شاء الله بجد، وبيجهز المرحلة الثالثة في مشروع العملاق بالسادات، والاستثماراته تجاوزت النهاردة 8 مليارات جنيه، وفي مشروع جديد لإنتاج الأمونيا باستثمارات 25 مليار جنيه في المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، حاجة تشرح القلب. كمان هنسأله عن ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا وتأثير ده على السوق المحلي. مهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفر جروب، ده معاد الاجتماع السنوي، احنا بنيجي كل سنة صحاري عشان نقابل حضرتك عشان نطمن على سوق السماد، عشان نعرف أسواقنا في العالم رايحة فين. حضرتك بتصدر لأكتر من 70 دولة. النهاردة عندنا توسعات مرحلة ثالثة في مصنع إيفر جروب في السادات، خلصنا الأولى، خلصنا الثانية، داخلين في الثالثة. استثماراتنا النهاردة وصلت 8 مليار. الثالثة رايحين فين؟ طبعا في مفاجآت السنة دي. المفاجآت دي ناتجة من إن احنا بعد مرحلة كورونا السوق العالمي كله حصل فيه جنون، نوع من الجنون. نوع من الجنون، لأن الفترة اللي فاتت جميع المصانع متوقفة، بالتالي استهلاك المواد الزراعية انخفض، المنتجات الزراعية انخفض على مستوى العالم كله، جميع الزراعات قلت مساحتها تمام في الفترة اللي فاتت، يمكن دول قليلة جدا اللي حافظت على مستويات الانتاج بتاعتها، ومن ضمنها مصر الحمد لله. صحيح. يعني ده المتغير الجديد اللي هو يعتبر النهارده الدول العالميه، كل دول العالم النهارده بتحاول ترجع تستعيد وضعيتها الاقتصاديه تاني، فبالتالي في مصانع
كانت توقفت بدأت تشتغل، بدأ الطلب يزيد. الطلب ده أثر على، أصبحت معدل الطلب أعلى من معدل الإنتاج، فالأسعار ارتفعت بشكل كبير. اليوريا توصل ل 8000 جنيه؟ أيوة اليوريا، ما هو ده كله مؤقت، ده كله مؤقت يعني ما يتبنيش عليه سياسات. لا ما يتبنيش عليه سياسات، وانت لو بتعمل دراسة جدوى النهاردة لأي مشروع بتعمله مش ممكن تاخد الأسعار بتاعت دلوقتي فيها. في وقت الأزمات دي يا باشمهندس الدولة تعمل ايه عشان تخف على المزارع ان ما ياخدش مثلا طن من سوق سودا ب 8000 جنيه؟ هو المزارع المصري الدولة عاملة له نظام، عاملة له نظام مع التعاونات والبنك. انا بس برضه لازم يشتري شكارة ولا اتنين من بره. معلش ما هو بس ده ناتج من فساد المنظومة. منظومة التوزيع بتاع الأسماك. منظومة التوزيع. مازال النهاردة الموضوع محتاج الدعم ما يتجهش للمدخلات، يتجه للمخرجات. لشراء المحصول. لشراء المحصول. وليس المدخل الزراعي. صحيح. المدخل في جميع دول العالم بيعمل سوق سودا. يعني زي النهاردة عندنا سعرين 300 مدعم و 8000 سعر سوق سودا. ما ينفعش إن فلاح ياخد ب 3100 طن وفلاح ثاني ياخده بثمانية. اليوريا في العالم وصلت ل8000 جنيه. البوتاسيوم برضو او الاسمده المتخصصه وصلت بشكل عنيف جدا. البوتاسيوم النهارده في حدود 12000 جنيه طن. 12000؟ 12000. ده معنى كده انتوا بتحاولوا برضو تسيطروا. ما احنا بالعكس، احنا لو سبناه لاليات السوق، الخام احنا كنا بناخده ب 207 دولار الطن، النهارده بناخده ب 500 دولار الطن. طب الفرق كام لكام؟ مرتين ونص. طب هل السعر زاد مرتين ونص؟ لا، السعر كان ب 8000 النهارده ب 12000، زاد 50% بس. فلا طبعا احنا مسيطرين وضغطين جدا جدا، مراعيين ظروف الفلاح المصري، واخد بالك انت، بنحاولوا ان احنا ننظمه داخل السوق بحيث ان السعر ما يفلتش، والحمد لله لغايه الان نحن قادرون. فرض رسوم على صادرات الاسمده، هل ده الحل عشان نوفر الاسمده السوق المحلي بسعر معتدل؟ ده هو في رسوم على الصادر. الحل التعويم بالكامل، وممكن زي ما احنا اتفقنا ان الشركات تطلع مبلغ يتحط في الصندوق تدعم بيه الفلاح المصري، الفلاح المصري يشتري بالسعر العالمي. الفرق اللي هو هيدفعه زياده هيتعوض من الصندوق. طيب خليني اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. حضرتك دلوقتي بتعمل مصنع جديد ضخم جدا ما شاء الله عليك، يعني الله اكبر، استثمارات تتجاوز ال 25 مليار جنيه. مصنع أمونيا، أخباره إيه؟ طمنا. لا ده هو في شركة هولندية اسمها CFC، الشركة دي لجأت لإيفر جرو كشريك مصري موجود عشان خاطر عايزة تعمل استثمارات في مصر. ده هيطلع كم طن أمونيا؟ هيطلع كم متر أمونيا؟ هيطلع في حدود 700 يعني 2500 طن في اليوم أمونيا. كلها تدخل تصنيع محلي؟ جزء 50% منها داخله تصنيع محلي، و 50% ونبي كي صح، و 50% هتتصدر بره. 50% تصدر. السوق العالمي قادر يستوعب الكميات دي كلها؟ طبعا طبعا طبعا، السوق العالمي محتاج، احتياجاته كبيره، واحنا اصلا عندنا ميزه نسبيه، احنا اخر ناس تقف واول ناس تبيع. اول ميزه عندنا الموقع بتاع مصر، الموقع العبقري بتاع مصر، ان انت دوله تتوسط كل دول العالم، الفريت من عندك انت اقل من اي دوله. روح هات المنتج ده من استراليا هيتكلف كتير جدا جدا، روح هاته من الصين هيتكلف كتير جدا جدا، هاته من امريكا نفس النظام. موقع مصر موقع عبقري. الحاجه الثانيه ان احنا الحمد لله ربنا حبانا في مصر بكل الخامات بتاعه السمات. عندنا الغاز الطبيعي اللي هو بيطلع 70% اللي هو بيطلع الامونيا، واخد بالك، وهو اللي بيخليني انتج كل طائفه السماد النيتروجيني، واخد بالك. عندنا الفوسفات، خام الفوسفات متوفر بشكل كبير وباسعار كويسه جدا جدا جدا. ما عندناش غير بند واحد ناقص هو موجود في الاردن الشقيقه، وبالتالي في تكامل بيننا وبين الاردن في هذا الجزء، ودي سياسه الرئيس بيدعو ليها والاردن بتدعو ليها، وطبعا فيه اتفاقات تبادل تجاري بين الاردن وبين مصر. ايفر جرو احد الاطراف بتاعتها. المرحلة الثالثة اللي بدأت مع حضرتك الكلام عنها، حضرتك يعني أنا مشتاق جدا لإنتاجك من الدايكالسيوم فوسفيت، ده بيدخل في العلف وإحنا محتاجينه ومصر ما بتنتجش منه جرام واحد. إحنا داخلين هنغطوا كل السوق المحلي، كل طلبات السوق المحلي. ده إمتى هيبدأ الإنتاج في المرحلة الثالثة في السادات؟ المرحلة الثالثة في السادات ممكن على فبراير الجاي يكون في سوق منتج
في السوق المصري. يعني المعدات موجودة وكله بتركب بس فقط وبتشتغل وبتتجرب وبتشتغل وبتنتج. خلال فبراير القادم إن شاء الله المصنع الثاني اللي هو بتاع الام اس بي ده برضو شركة سي اف سي اللي هي الهولندية داخلة بتعمل المصنع ده مع ايفر جرو. المصنع ده هينتج 250 ألف طن ام اس بي وهيعتبر أول مصنع في المنطقة وآخر نسخة. دلوقتي تعالوا نزور البنك الأهلي المصري، الشريك الاستراتيجي للقطاع الزراعي المصري، واللي دعم مشروعات القطاع الزراعي لغاية النهاردة بحوالي 17 مليار جنيه من إجمالي محفظة قروض البنك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللي بلغت 100 مليار جنيه. هنقابل دلوقتي السيد ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري. وخلي بال حضراتكم البنك الأهلي المصري شارك بقوة لأنه بيستهدف مساندة القطاع الزراعي ككل لأنه من أبرز القطاعات الإنتاجية. أولاً برحب بحضرتك في برنامج دعاين، ثانياً بأكد أن أنا مبسوط جداً من المشاركة القوية للبنك الأهلي في معرض صحاري. القطاع الزراعي أحد القطاعات الإنتاجية الكبرى وإحنا متوجهين لهذا القطاع بكل قوة. وصلنا لإيه النهاردة مع القطاع الزراعي في تمويله ودعمه ومساندة مشروعاته؟ المحفظة الزراعية في البنك الأهلي محفظة بتزداد أهمية يوم عن يوم. حالياً هي بتمثل حوالي 16 إلى 17% من حجم المحفظة. محفظتنا تعدت 100 مليار من حوالي شهر في القروض القائمة، منهم زي ما قلت لحضرتك 16 مليار تقريباً في القطاع الزراعي. القطاع الزراعي بالنسبة لنا مفهوم شامل. احنا اول حاجة بتكون تمويل مشروعات الزراعة في حد ذاتها من اول الاستصلاح الى مد شبكات الري، اذا كان في استخدام للطاقة الشمسية، اذا كان في صوب بيستثمر فيها، دورة زراعية متكاملة. يعني اخد ارض واجي جري على البنك. مظبوط كده يا فندم. تمويل زراعة تعاقدية، كل هذه الأنشطة إحنا بنقدر نحن نمولها. ده بالنسبة للزراعة. بعد كده للتربية اللي هي قطاع تربية المواشي. فالتربية من أجل إضرار الألبان بنمول، ولينا مشروع فيها كبير جدا. مشروع البتيلو واللحوم برضو إحنا بنموله بشدة. وكل الأنشطة اللي هي بتسنده من تصنيع أعلاف، من خدمات بيطرية، كل الكلام ده هو احنا مشروعات الثروة الحيوانية بنمول فيها شراء الرؤوس وبنمول كمان شراء الأعلاف عشان ندعم هذا المربي، صح كده؟ تمام. وبنمول كمان مشروعات تصنيع الأعلاف. تمام. ده كمشاريع منفصلة لتصنيع الأعلاف. نفس الكلام في الثروة الداجنة، بنمول مزارع الدواجن سواء كانت جديدة أو قائمة. طب لو قائمة بنمولها في إيه؟ عشان تكبر وعلشان كمان يتم تحديثها من النظم المفتوحة إلى النظم المغلقة اللي هي بتكون أكثر أماناً وأكثر إنتاجية. ولينا بروتوكولات تعاون في هذا الصدد مع الجهات المعنية. آخر حاجة بنحب إن إحنا نتكلم فيها هي الثروة السمكية، فدي برضو إحنا بنمول، فهي منظومة متكاملة. طيب هل بنقف في دعم الزراعة عند كده؟ لا، إحنا كمان بندعم ما بعد الحصاد، أنشطة ما بعد الحصاد اللي هي أنشطة تعتبر أنشطة صناعية وفي بعض منها تجارية وخدمية في الأصل، ولكن بندعمها وبنمولها. زي إيه؟ زي تكفيف المحاصيل الزراعية، ويمكن احنا كان لينا حديث في برنامج سابق عن هذا الموضوع. انا رحت مصنع للثوم والبصل موجود في المنيا. ايوه، بالكامل تمويل بنك اهلي. كل ده هو لازم يحصل، ولازم البلد بتتحول الى وضع قيمه مضافه على المحاصيل علشان تقدر انك انت تحقق صادرات اكثر وذات جوده اعلى. فكل المشروعات الصناعات الغذائيه اللي مبنيه على المحاصيل الزراعيه احنا بنمولها. طب مش بس كده كمان، لا كمان مصنعي المعدات اللي بتخش في العملية الزراعية أو في التصنيع الزراعي بيهمنا جدا إن احنا نمولهم. يعني حضرتك لو لفيت في المعرض النهاردة هتلاقي نماذج جميلة جدا من مصنعي معدات صناعة مصرية، وده اللي احنا قبل كده اتكلمنا عنه وقلنا هذا هو تعميق التصنيع وتعميق الصناعة فعلا. الحاجة المهمة جدا اللي بتحصل دلوقتي هو
مشروع تطوير نظم الري في مصر والتحول من النظم القديمة إلى النظم الحديثة في الري وبالذات في الدلتا والوادي. وتشارك البنك الأهلي مع البنك الزراعي تحت هذه المظلة بدعم من البنك المركزي ووزارة المالية وتحت قيادة وزارتي الري والزراعة لتحويل حوالي 3.5 مليون فدان إلى نظم الري الحديث. فإحنا داخلين على مرحلة مهمة جدا. طب أنا بذكر الكلام ده هوت ليه؟ نذكره أن الفلاح هيستفيد، هيحصل عملية تطوير للنظم الري وكمان الدورة الزراعية نفسها، وهتدي فرصة لمنتجات جديدة تظهر لنا في الأراضي القديمة عن طريق التنظيم. دي حاجة. الحاجة التانية فرصة مهمة جدا كمان للمقاولين المصريين ومصنعي معدات الري الحديث سواء كانت خراطيم أو ترمبات، إن هي يكون ليها سوق ضخم جدا ونبتدي نخش فعلا عصر الزراعة الحديثة في مصر. حضرتك قبل كده وعدت إن أي حد صاحب محطة تصدير صاحب مصنع هيعتمد على خطوط إنتاج وطنية البنك هيدعمه بالكامل. هدفنا أو عينينا على المصنع، وصلنا لإيه في المبادرة دي؟ هذه المبادرة عبارة عن عرض ممتد إلى كل مصنعين المصريين للآلات والمعدات والمنتجات نصف المصنعة اللي بيغزوا بيها صناعات أخرى وتكون بدائل للاستيراد. تعالوا البنك الأهلي وإحنا مستعدين نتكلم في مشاريعكم وإزاي نكبرها، إزاي ننشئها وإزاي نكبرها وإزاي كمان نوصل لمستويات عالمية. وأنا دايماً بقول أهم من زيادة الإنتاج هي الوصول إلى المعايير العالمية، وهو ده فعلاً اللي هيخلينا نستبدل الواردات بالتصنيع المحلي. أحد الأهداف الكبرى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة هو استعادة مجد الكرة المنتجة. أنا محتاج أعرف إزاي ممكن البنك الأهلي يدعم المشروعات القائمة في الكرة أو الكرة اللي بتنتج مثلا أجبان، الكرة اللي بتعمل غزل ونسيج، الكرة اللي بتشغل على حرير، إزاي ندعم الناس دي ونكون منها كيانات كبرى نقدر ناخد منها إنتاج سواء للسوق المحلي أو التصدير؟ طبعا البنك الأهلي داعم لهذه المبادرة على أوجه كتيرة جدا، ولكن فيما يخص التمويل احنا عندنا منتج اسمه منتج تمويل مشروعات الشمول المالي، وهو ده الشمول المالي. ان احنا نروح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونمولها بأفضل الشروط وبسرعة ومتابعة نموها كمان طول ما هي شغالة. اللي حضرتك بتتكلم عليه كمان اللي هي التجمعات الاقتصادية الطبيعية زي ما بيقولوا، اللي هي بالإنجليزي industrial clusters، ودي اللي بنلاقي فيها بعض الصناعات اليدوية اللي هي محتاجة تمويل ومحتاجة رعاية. من خلال حياة كريمة هنقدر ان احنا نتلاحم، يمكن ما كانش عندنا الفرصة قبل كده لان المناخ والتركيبة ما كانتش مهيئة، انما هذا المشروع الرئاسي النهاردة هيئ لنا البيئة المناسبة ان البنوك تقدر ان هي تتلاحم مع التجمعات الصناعية والتجمعات الصناعات اليدوية دهيت، ونقدر ان احنا ندعمها بكذا طريقة. وعلى فكرة هو مش بس التمويل، احنا بندعمها كمان بخدمات غير مالية، من تدريبهم على التسويق، من توصيلهم وتشبيكهم مع مؤسسات اخرى تقدر ان هي تساعدهم في التسويق والتصدير في احيان كتيرة جدا. في معرض صحاري شاركت مجموعة شيرة لأنظمة الري الحديث بقوة وقدمت أحدث أنظمة الري الذكي في العالم وبتدار من أي مكان في العالم بالموبايل أو اللابتوب. طبعا مجموعة شيرة أسسها المهندس هاني وديع خبير الري المخضرم، وهو وكيل أشهر شركات معدات الري في العالم زي هانتر الأمريكية وريفولز وغيرها، وتحولت على إيده شركة شيرة لمجموعة ضخمة بتضم شركة شيرة للتجارة والمتخصصة في شبكات ري المسطحات الخضراء في المدن، وأجرو إيجيبت المتخصصة في أنظمة التحكم في الري الزراعي، وكمان
إنتاج الكمبوست. المهندس هاني وديع رئيس مجموعة شيرة. مجموعة شيرة يعني الري الحديث، يعني الري المطور، يعني الري الذكي. بعض الناس متخيلة أن الري الذكي ده ممكن يبقى في جنينة بيت، ممكن يبقى في منطقة في مدينة، ولكن أرض زراعية مساحة ضخمة تروى بري ذكي وأقدر أديرها بالكامل من خلال موبايل، ده فكر بعيد تماماً عن دماغ الناس، أو إلى حد ما بعيد عن دماغ الناس. النهاردة حضرتك وردنا بالتجربة إزاي أن أنت من هنا بتدور مزارع في وادي النطرون، صح كده؟ ده حقيقي. إزاي بقى؟ حضرتك إحنا أهم حاجة في التطور بتاع نظم الري إنه هو بادي من زمان، يمكن في قطاع اللاندسكيب، وإحنا خدنا خبرة جامدة جداً فيه في اللاندسكيب، ولكن إحنا من 3 سنين ابتدينا نشوف إنه ما المانع إن إحنا نجرب نطور هذا النظام في المزارع، وندرس هل من وراء جدوى اقتصادية هل هيكون فعلاً مفيد. فابتدينا بالمزارع عندنا فعلاً، ابتدينا نطبق هذا النظام، ابتدينا نركب محابس كهرباء زي ما حضرتك شفت، وابتدينا نركب جهاز التحكم، وابتدينا نشغل واحدة بواحدة، وجربنا في نفسينا الأول وحسبنا التكاليف وشفنا كل حاجة. ابتدى نلاقي أنه طبعا وفرنا في الطاقة، كهرباء عندنا غالية، وفرنا في العمالة، مش المقصود بيها أني وفرت العمالة في أن أنا بوفر فلوس، ولكن العمالة بقى وقتها رايح للزرع، مش رايح أن أنا أدور الإصلاح على أفتح مية وأقفل مية. طبعا الفكره باديه كمان ان انا ما اقدرش اعمل هذا النظام في وجود شبكه ري متهالكه، فانا شبكه الري من البدايه لو اتعملت صح واتبنت صح بالمنتجات ذات جوده عاليه هي هتعيش معاك فتره اطول، وده اللي بيخلينا نعتمد على التوكيلات الخارجيه اللي احنا وكلاء ليها، سواء كان هانتر او اليزي او ريبوليز او دي في دي، بالاضافه الى بعض المنتجات المحليه المصنعه بجوده عاليه. كل ده بنستفيد بيه ان في الاخر احنا كشركة بتهتم ان احنا تقدم حل متكامل وليس بنبيع منتج. احنا فرحتنا السنة دي انه مزارع كتير في حجم 50 فدان و100 فدان ابتدت تتوجه لهذا التوجه، لان لقيته نظام اقتصادي مريح بطمن. اضفنا عليه السنة دي النهاردة زي ما حضرتك شفت وانا بالموبايل بتاعي بدور المزرعة بتاعتي في وادي النطرون، مش بس بشغلها، لا ده لو في عندي اي الارم، الكهرباء قطعت، المية ما اشتغلتش، عندي تسريب في المية، كل دي بيانات بيجيلي بيها الارم على الموبايل، وبشوف كل حاجة حصلت في المزرعة بتاعتي. ممكن يفصل محبس لوحده عن بقية المحابس؟ اقدر اعمل كل حاجة، واقدر اغير جدول الري وانا قاعد هنا في القاهرة والمزرعة في وادي النطرون، اقدر اتابع الموضوع. الري والتسميد. الاهم من ده كله لو حصل وحد دخل وغير نظام الري بيجيلي على طول اوتوماتيك ان حد دخل وغير نظام الري للشكل الفلاني، فاقدر اطمن هل ده فعلا حدث تحت رعاية واشراف المهندس المقيم، ولا حد لعب في أي محبس أو أي جهاز موجود. والميزة كمان إن هذا الجهاز عندنا اللي هو راكب في المزرعة بربطه بأقرب محطة أرصاد جوية موجودة في المنطقة ودي منتشرة، يديني بالضبط القراءات بتاعتي يوم بيوم، الجو شكله إيه والرطوبة إيه ودرجة الحرارة، فبناء عليه باخد القرار. فأنا النهاردة تكلفة الري عندي في الفدان بتصل إلى 10,000 جنيه في السنة، فتخيل حضرتك ان انا اوفر 3,000 جنيه، ده ممكن يكون هو مكسب في المساحة، في المساحة طبعا، في 100 فدان 300,000 جنيه على طول، في حين انه انا التكلفة كلها لن تتعدى هذا المبلغ، فانا ممكن ارجع الفلوس بتاعتي في سنة او سنتين. التكلفة بقى يعني نتكلم على التكلفة، النظام ده احنا عاملينها نموذج الكل انبهر بيه النهاردة، ولكن تكلفته ايه؟ التكلفة يعني انا عايز اقول لحضرتك انت ممكن قوي لو أضفت بس أسمدة معينة في الري وراحت منك كده هو في المية الزيادة اللي انت عمال بتديها بتمن الشبكة كلها، بتمن الشبكة لا بتبقى بالجرام يعني. يعني احنا التكلفة عندي في المزرعة كانت في حدود 2500 جنيه الفدان، تكلفة تطوير من ري يدوي لري أوتوماتيك 2500 جنيه. 2500 جنيه للفدان. ممكن تقل في مزارع أو تزيد في مزارع على حسب الحجم وعلى حسب توزيع المحابس شكله ايه. في مزارع ما تكلفتش اكتر من 1500 جنيه، وفي مزارع تكلفت 3000 جنيه، فهي بتعتمد على المساحه وعلى توزيع المحابس جوه المكان.
طب دلوقتي يا باشمهندس في اجهزه الري المحوري نقدر نتحكم فيها ازاي ونربطها ببعضها؟ ده سؤال عندي. احنا شغالين مع نظم كبيره دلوقتي، بقى في سوفت وير اعلى اسمه سكادا سيستم. السكادا سيستم ده سوفت وير كبير بيربط البيفوت مع التنقيط مع كل الاجهزه اللي عندي في الارض، وده يمكن شغالين مع مشروع كبير في المنيا في غرب المنيا بنفس السيستم ده، ان احنا نربط كل حاجة مع بعضيها. مطمنا كده عن النهر الاخضر، زرناه معاك قبل كده، اخباره ايه؟ لا الحمد لله احنا ماشيين فيه بسرعة، ده في العاصمة الادارية من اكبر المناطق الخضراء في العالم مش مصر. والتكنولوجي اللي موجودة في النهر الاخضر هي اعلى تكنولوجي موجودة في العالم. اجري مصر اضخم منصة للتجارة الالكترونية حاليا في القطاع الزراعي، والوصول ليها بكتابة حروفها على الانترنت أسهل من السهولة. ادخل اتبضع بجد واشتري كل مستلزماتك الزراعية من الإبرة للصاروخ، وهتوصل لغاية بيتك بأفضل سعر على الإطلاق، وكلها منتجات أصلية يعني أصلية. وخلي بال حضراتكم المنصة دلوقتي بتعرض 2000 منتج زراعي. تعالوا نقابل المهندس محمد غريب مدير عام منصة أجري مصر الزراعية اللي أطلقتها شركة إيه أسواق مصر، ودي واحدة من شركات مجموعة إيه فاينانس العملاقة. أجري مصر منصة كبيرة جدا هدفها خدمة القطاع الزراعي. عايزين تاني نكرر رسالتنا، يعني إيه منصة؟ أقدر أوصلها إزاي؟ طبعا منصة أجري مصر في الزراعية هي في المقام الأول بتخدم المزارع أو تدعم المزارع المصري. لما جينا ذاكرنا واشتغلنا المزارع المصري محتاج إيه؟ محتاج آليات تمويلية كويسة متناسبة مع الانتاج الزراعي، محتاج توفير مدخلات ومستلزمات انتاج بسعر كويس وأصلية المصدر وتوصيلها لغاية الأرض. الحاجة الثالثة هو تسويق الحصرات الزراعية بتاعته. تمام. المنصة بتجمع أطراف المنظومة الزراعية، هي بنتعامل مع الموردين على توفير كل مدخلات ومستلزمات الانتاج كسوق إلكتروني موجود على المنصة. المزارع بيقدر يدخل على المنصة أو على الموبايل أبليكيشن، برنامج تطبيقي على الموبايل، بيقدر يدخل وينقي البذور والشتلات والأسمدة، معدات وميكانة، بيقدر يشتريها أونلاين، وإحنا بنوصلها له وبنعمل التسويات المالية بعد كده. النقطة المهمة كمان الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي النهاردة بقى رقمي عشان الأونلاين سيرفيسز والخدمات الإلكترونية اللي بقت موجودة، فبقينا نساعد المزارع إن هو يقدر يحصل على الإرشاد الزراعي، البرامج الخاصة بتحسين الإنتاجية ومكافحة الآفات يقدر يحصل عليها أونلاين. خدمات التمويل متاحة من خلال أجري مصر؟ خدمات التمويل متاحة من أجري مصر. إحنا دلوقتي بنمضي يعني اتفاقية كبيرة مع البنك الزراعي المصري عشان توفير البرامج الخاصة بالمحاصيل الزراعية، والبرنامج الجديد اللي مبادرة السيد الرئيس الخاصة بالري بالتنقيط، ودي مبادرة كبيرة جدا وما فيهاش فايدة، يعني هي 15,000 تقريبا للفدان الواحد على 10 سنين من غير فايدة، على مدة 10 سنين صحيح. فده هيكون متوفر برضو ان شاء الله على المنصة. انا ادخل من خلال أجري مصر اخد التمويل اللي انا عايزه، اروح البنك استلم. مظبوط يا فندم. او يتحول لي على حساباتي، او تصرف القرض ده او المبلغ التمويلي تقدر تصرفه في صوره منتجات من على المنصه، او احنا هنوصلها لك لغايه عندك. اوصل ازاي لأجري مصر؟ هو تطبيق موجود على التليفون، وهو تطبيق موجود برضو على الانترنت اسمها agrimasr.com. ادخل على جوجل. تمام. اكتب www.agrimasr.com. هيطلع لي الموقع، ادخل اشتري اللي انا عايزه. تدخل تشتري اللي انت عايزه، ومقدمين كمان خدمه كويسه اللي هو اطلب لطلب الاوردر، كول تو اوردر تليفون. بالتليفون، هو الرقم موجود على المنصه 15255. 15255 بيرد عليك في الكول سنتر حد متخصص في القطاع الزراعي وارشاد زراعي، هيقدر يساعد المزارع في الحصول على مدخلات ومستلزمات الانتاج المناسبه ليه. عندنا النهارده كم منتج؟ النهارده احنا طبعا في مرحله تدشين. كم عيله كمان؟ لا عندنا فوق ال 2000 منتج. فوق ال 2000 منتج بجميع احجامها. بجميع احجامها بقى، من الشركات الكبيره في مدخلات ومستلزمات انتاج عندنا البذور والاسمده، المبيدات، المعدات والميكنه. يهمنا في الاصل ان احنا نبرز القطاع المحلي، يعني النهارده حضرتك لو هتشوف هتلاقي الاداره المركزيه للانتاج التقاوي اللي هي تابعه لوزاره الزراعه موجوده عندنا، وسياده الوزير لما جه شرفنا النهارده وفتح السيد القصير وزير الزراعه. مظبوط يا فندم، افتتح المعرض وكان اول ناس احنا يعني شرفنا بيه. قال انا عايز كل الهيئات الانتاجيه الخاصه بوزاره الزراعه تكون موجوده، صندوق الموازنه الزراعيه، الاداره المركزيه للانتاج التقاوي، واشار على نقطه مهمه. واحنا فعلا شكلنا لجنه للدعم والاعتماد والاعتماد الجوده بخصوص كل الشركات القطاع الخاص،
اللي بتعرض منتجات عندنا مش بنوافق عليها ولا على منتجات الا لما نحصل على الموافقه من وزاره الزراعه ان الشركه مرخصه وان المنتجات فعلا يعني مش اي منتج يتعرض. لا لا خالص لا طبعا يهمنا برضو زي ما قلت حاجه احنا بنخدم المزارع فضمان لي ان المنتجات دي كلها اصليه المصدر مش مغشوشه. يعني دلوقتي انا عجبني شويه حاجات واخترتهم هشتري بايه؟ تمام اساليب الشراء متاحه ومتعدده سواء عن طريق الاونلاين لو معاك كارت بنكي تقدر تشتري اي كارت بنكي أي ولا كارت عايز بنكي. الكارت بتاع الزراعه او الحيازه اللي بقت مدفوعات فهمني. بنوفر اساليب تحفيزيه كويسه للي معاه كارت ميزه فلاح والبنك الزراعي تمام واخد بال حضرتك. اما اي كارت بنكي تاني في مدفوعات يقدر يشتري من خلالها وكمان بنقدر نوصل الطلب وبنحصل القيمه عند توصيل يعني. طيب دلوقتي المنتج اللي عندك وخصوصا منتجات وزاره الزراعه وانا فرحان قوي ان انت حاطط منتجات وزاره الزراعه لان دي بتتشفط. صحيح انت حاطط باركود عليها صح كده؟ صحيح. ايه رايك الباركود ده؟ الباركود ده لكذا حاجه. احنا طبعا هنا في المعرض عارضين المنتجات زي ما حضرتك شايف عشان الزائر المعرض عجبه المنتج بدل ما ياخده ويشتريه ويمشي لا بيسكانه بالتليفون بيطلع له المنتج ده على المنصه وتقدر تطلب الكميات اللي انت عايزها من المنتج ده وبنوصلك الحاجه لغايه الارض. اي كميه يعني لو انا تاجر ممكن اخد منك كميات؟ احنا في المقام الاول خدمه المزارع هو ده بالنسبه لي. انا برضو بخدم المزارع. لو انا خلصت الكوتا بتاعه المزارعين وفي فاضل لا ممكن نبيع ما فيش مشكله بالنسبه للكميات الكبيره. خلي بالك انا يهمني برضو ان التاجر اللي في القريه يبقى معاه منتجات عشان اضمن انها اصليه. لو هي فلما بنفس السعر منك ده اضمن لي. لو هي بنفس السعر طبعا اهلا وسهلا. واحنا جايين عشان نقف قدام الكاميرا قلت لي انا عندي 5 رسائل او 4 رسائل صح كده؟ صحيح. انا عايز اسمعهم. طيب يهمني الناس تسمعهم. اول رساله للمزارعين ادخل على المنصه اللي اسمها agrimasr.com تصفحها هتلاقي المنتجات اللي انت عايزها اللي هي قدامنا دي هتلاقي بذور وشتلات والاسمده www.agrimasr.com بالظبط كده. ادخل هتلاقي الحاجه بسعر كويس جدا ارخص من السوق وفي نفس الوقت كمان اصليه المصدر ما فيهاش اي غش. تمام. هنساعدك كمان في البرامج التمويليه اللي تكاد تكون ب 5% ومتناقصه كمان. دي رسالتي للمزارع. حاجات ببلاش من غير فوائد خالص. وفي حاجات من غير فوائد زي الري بالطبيعي. فالمنصه بالنسبه لك هي حاجه مهمه جدا ادخل زورها عشان احنا بنخدمك من خلال البرامج التمويليه اللي هي بفائده قليله او من غير وفي نفس الوقت المنتجات اللي موجوده بالاضافه لارشاد الزراعه الرقمي. الرساله الثانيه للمورد حضرتك احنا دلوقتي افتتحنا اكبر سوق زراعي الكتروني فحضرتك منتجاتك لازم تكون موجوده عشان احنا بنتكلم وبنتعامل مع 5 مليون مزارع في مصر فوجود حضرتك على المنصه بمنتجاتك مهم جدا عشان خدمه المزارع. رسالتي للبنوك البنوك اللي عندها البرامج التمويليه الخاصه بال5% للقطاع الزراعي ارجوك تعالى ادخل اشترك معانا عشان نقدر نوصل البرامج بتاعتك لكل المزارعين. رسالتي الاخيره للجامعات الاهليه والجامعات الزراعيه اللي هي تقدر تساعدنا كده 4 رسائل بس حاضر ماشي. دي اخر رساله الجامعات الاهليه والجامعات الزراعيه عشان دي اللي تقوم بدور الوسيط ما بيننا وما بين المزارع تساعده ان هو يقدر يتصفح ويقدر يشتري ويقدر يعمل الطلبات بتاعته. تعالوا بقى نقابل قنبلة المشروعات المهندس حاتم الكومي خبير إنتاج طحالب الإسبيرولينا في مصر واللي بينفذ كمان مدينة نيرفان البيئية الزراعية في الوادي الجديد وبينفذ مشروعات للزراعة المائية وأنتج الجمبري من قلب الصحراء وأنتج كمان منتجات بطحالب الإسبيرولينا للإنسان. وخلي بال حضراتكم هو داخل مشروعين جداد الأول مدينة بيئية زراعية جديدة في قلب مدينة الطور بجنوب سيناء بالشراكة مع شركة الريف المصري المسؤولة عن التصرف في أراضي مشروع 1.5 مليون فدان. أما مشروع الثاني فهو إنشاء مفرخ لأول مرة في مصر لإنتاج جمبري المياه العذبة. عودتنا حضرتك أن أنت مفرخ للمشروعات من مشروعات الإسبيرولينا لمشروعات الجمبري المياه العذبة لاستزراع الجمبري في قلب الصحراء مشروعات كثيرة جدا وكان آخرها نيرفانا وكمان مدينة الطور. نبدأ بمدينة الطور مشروع كبير جديد دخل فيه مجموعة الكومي الاستثمار. المساحة بإذن الله هتكون في حوالي 2300 فدان هو منتجع زراعي سياحي علاجي. هيكون فيه طبعا أنشطة زراعية هنهتم بالنباتات البرية اللي تتميز بها جنوب سيناء هيتم الاكثار من زراعتها. هيكون منتج لزراعة الأعشاب والزيوت العطرية. هيكون فيه منتجع كامل للعلاج واسطبل خيل على مساحة واسعة غير منطقة زون مفتوحة للحيوانات الأليفة. فهيكون مشروع متكامل ما بين الزراعة والعلاج والسياحة. استثمارات المشروع قد ايه؟
استثمارات المشروع في المرحلة الأولى 100-150 مليون، بإذن الله مع اكتمال المشروع ممكن نوصل إلى أضعاف هذا المبلغ، ولكن بنبدأ في الأول ستارت لينا إن شاء الله بداية من أول شهر 12 هيكون في حوالي 150 مليون. ناس كتير بتتكلم على الأرباح المهولة لحوض سبيرولينا، فهمنا الأرباح دي بتيجي إزاي؟ أي مشروع فيه ريادة أعمال، أي مشروع بيكون المكسب الأساسي بتاعه قائم على نو هاو، أكيد شيء طبيعي بيكون المكاسب بتكون عالية جدا، وخصوصا إحنا كمجموعة شركات، إحنا مش بشركة واحدة للزراعة، لا هي مجموعة بتتكلم بين 7 شركات، ما بين زراعة، ما بين صناعة، ما بين سلسلة فروع، ما بين شركة خاصة للتسويق الإلكتروني، فالمكاسب العالية بتطلع لامتلاكنا المنظومة كاملة. لغايه التصنيع والمنتج النهائي للمستهلك، لغايه وصول المستهلك النهائي. طيب دلوقتي حضرتك داخل كمان على موضوع الجمبري في المياه العذبه، او جمبري بيربى في مياه عذبه. هو جمبري يعني اللي قدامنا ده جمبري ومن السويس كمان، ولكن ليه كلبتين؟ في طريقه كده للتفريق حاليا، بنخلي الكلبات تبدا تقل ونخليه وحيد الجنس، فتبقى كميه اللحوم فيه بتزيد.